بموجب الدستور العراقي يعني ينبغي أن تكون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متكاملة يعني وكاملة الأهلية. الحقيقة اليوم هناك فراغ دستوري في العراق، عدم وجود رئيس مجلس النواب، وهذا طبعا بالتأكيد راح يخضع لمتطلبات وأمور بعضها لا يليق بالعملية السياسية. فعلا أنه القوانين بالحكومات السابقة كانت مشاريع فقط، وهاي تنحسب للحكومة الجديدة أنه نظرت لهاي القوانين وهاي المشاريع بهدف أنه تشوفها لصالح المجتمع، فنظرة جميلة لها بصراحة هي، بس أنه الأفضل أنه تحل الفراغ الدستوري. هاي الحكومة الجديدة حكومة إنتاج وخدمات، فالواقع هي تهدف لإصدار الخدمة أكثر، فما أعتقد وجود أكو ضغط خارجي أو داخلي من خلاله. مسألة إقرار بعض القوانين بغياب رئيس مجلس البرلمان، هاي دلالة على أنه بأنه القوانين التي تصدر بدون رئيس مجلس النواب هي دلالة على أنها قوانين غير يعني غير مطابقة للدستور. ولهذا نقول بأنه هذه المساومات وهذه الصفقات ما بين هذه الأطراف هي كل ما هناك لإرضاء الجمهور على مدى الانتخابات المقبلة. حياكم الله. خطى ثابتة أم متعرجة؟ كيف كانت مسيرة البرلمان في مسار الرقابة والتشريع بين فصل انتهى وفصل بدأ؟ قوانين تدرج على جدول الأعمال بحسب ما تشتهي التوافقات أو الرئاسة، منها ما يمضي ومنها ما يؤجل، ولا نعلم حقيقة المعيار في الحالتين. هل تلعب التدخلات دورا في هذه الأحداث أم أن التصعيد واقع حال المنتفعين داخل القبة التشريعية؟ وما بين الاثنين لجان غابت عنها الاستضافات والاستجوابات، فهل صفحة أداء الحكومة بيضاء لهذا الحد كصفحة الاتهامات الصهيونية لحزب الله اللبناني التي يراد بها خلط الأوراق وكسب حجج التصعيد وكسب الدعم الدولي؟ مجد للشمس الحادثة التي قد تشعل المنطقة برمتها إذا ما أطفأتها المواقف. وفي كل الأحوال ما ينفذه أبناء نصر الله لا يتبرؤون منه ولا يتراجعون عنه، فلا تفسروا بحسب أمسجتكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع مدير المرصد النيابي العراقي الدكتور مسهر جاسم سعدي. حياكم. حياكم الله. أهلاً ومرحباً بكم. كما أرحب كل الترحيب بالسياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي. حياكم. حياكم الله. أهلاً وسهلاً. أستاذ مسهر، أبدأ معك. هسه بين فصل انتهى وفصل بدأ، شلون نشوف دور البرلمان العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً لك تحية لك وتحية للدكتور العزيز. الحقيقة البرلمان العراقي يعني دعيني أقول بهذه العبارة في منحنى يعني متدني أكثر ما هو متصاعد. كل الدلائل تشير إلى أن البرلمان في دوراته الأولى والثانية والثالثة كان أكثر نضجاً، أكثر أداءً، أكثر شفافية، أكثر إنتاجاً من حيث التشريعات. ويفترض هذا الأمر على أن الخبرة أصبحت مكتسبة من قبل الدورات اللاحقة. الدورة الأولى يعني ما كانوا النواب يعرفون شنو وظائفهم، شنو شغلهم في داخل البرلمان. الدورة الثانية أكو نضوج نوعا ما كان. يفترض كل ما تراكمت الخبرة البرلمانية يكون عندنا شغل وإنتاج أكثر. لعله في هذه الدورة الحقيقة وجدنا الكثير من الأشياء التي
غابت عن الأعراف البرلمانية السابقة. يعني مثلا يعني واحدة من أهم ميزات البرلمان العراقي، أنا كناخب أريد أحاسب النائب مالتي، هل حضر الجلسات؟ هل ناقش القوانين؟ هل اشترك في عمل لجان معين؟ هل استجوب أحدا؟ هذه المعيار المعايير التي رصدتها المادة 61 في الدستور العراقي هي دلائل تشير على أنه تخلي البرلمان شلون يراقب من قبل الناس ومن قبل الناخبين. الآن أنا ما أعرف النائب يغيب لو يحضر ما أدري بيه، ما أعرف يعني شلون يستقطع من أمواله، لو ما يستقطع هم ندري بيه. بس حضرتك مدير المرصد النيابي العراقي، يعني معقولة ما عندك إحصاءات؟ أبدا، عندنا إحصاءات إجمالية للغياب، بس كغياب تنشر بالجريدة الرسمية. وطبعا لذلك قلت أن الانحدار في مستوى الأداء البرلماني متدني. في الدورة الأولى كانت هناك أسماء واضحة المعالم للنواب المتغيبين والذين يتأخرون عن انعقاد الجلسات وتستقطع منهم مبالغ مالية، هكذا ينص النظام الداخلي وهكذا ينص قانون مجلس النواب العراقي. يعني وتشكيلاته. هذا خطأ قانوني ودستوري؟ هذا مخالفة كبيرة للقانون وللنظام الداخلي. للنظام الداخلي. فضلاً عن أنه أنا كمواطن أريد أقيم أداء النائب مالتي، يعني هسه إحنا عندنا نواب في داخل مجلس النواب الحقيقة يشكون كثيراً من زملائهم بسبب تأخر انعقاد الجلسات. يعني خلي أصرح بهذا المعلومة ولن أتردد عنها، لم تنعقد جلسة واحدة منذ أن انطلقت الدورة الانتخابية الخامسة إلى الآن في موعدها المقرر. يعني يعلن جدول الأعمال وتعلن التوقيتات أن كأن يكون الساعة 11، أقرب جلسة صارت ساعة ونص حتى انعقدت. ليش؟ لأنه عندنا نواب يتأخرون، النائب اللي يتأخر هذا يعني أنه هو لا يستطيع أن يمارس دور الرقابي على الآخرين. كل جلسات مجلس النواب كانت تعقد الصبح، ليش من السلم السيد محمد الحلبوسي قامت تعقد الظهر والعصر وبالليل؟ تمام، احنا ما عندنا نص يقول لي تنعقد بفلان ساعة، بس الأهم من هذا الالتزام بالتوقيتات. يعني أحيانا يطلق جدول الأعمال للنواب على أن الجلسة تنعقد الساعة 11 صباحا. زين. النواب الملتزمين راح يجون يحضرون. مشكلتنا مو بدول. مشكلتنا بالنواب الذين تكررت غياباتهم ولم يلتزموا بالوقت، ولذلك في النظام الداخلي يقول المفروض، النظام الداخلي مجلس النواب يقول المفروض اذا ما اكتمل عد النصاب تؤجل لمده نصف ساعه. يعني هذول المتاخرين اكيد واقف ظهر وراهم يسمح لهم يتاخرون بلا حسيب ولا رقيب. خلي اقول لك انه معدل الغياب في كل جلسه في كل جلسه بالسنه التشريعيه الثانيه معدل عام. أيه؟ مو في كل جلسه. احيانا عندنا جلسات انعقدت 168 نائب، كمعدل عام عندنا 136 نائب يغيب في كل جلسة. 136 نائب يغيب في كل جلسة. ذولي ما حد يحاسبهم، ماكو أكو ضغط شعبي عليه، ماكو ضغط إعلامي. جنابك الكريم الآن تقدمين حلقة عن البرلمان، يفترض أنه أنا عندي نواب ذولا إذا كانوا غائبين ليش أستتر عليهم؟ تمام؟ لا سيما انه عدي في قانون مجلس النواب وتشكيلاته مادتين تقول لي النائب اللي يغيب خمس جلسات يعني متقطعه يحذر. نعم. اذا غاب عشر جلسات يستدعى ويحذر، اذا غاب ثلث الفصل التشريعي يفصل من البرلمان. هذا الان كله معطل بسبب انا اعتقدها تواطئات خاصه من هيئه الرئاسه وتتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان. أي؟ لأنه لم تلتزم لا بقانون مجلس النواب وتشكيلاته ولا بالنظام الداخلي. ألقى بظلالة علي من على الأداء البرلماني بشكل عام. أستاذ يعني عائد بصراحة، هل هيئة رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية؟ اليوم البرلمان مشتت، هاي أقل كلمة يمكن أن تقال على البرلمان وعمله في العراق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخت فرح. حياك الدكتور مسهر وقناتكم المقرة المشاهدين الكرام. حقيقة هي المنظومة كلها، منظومة المجلس النواب العراقي سواء كانت رئاسة أو برلمانيين، يعني حقيقة أنا أشوفها غير جديرة بأن تكون بهذا المكان اللي يمثل مصالح المواطنين والدولة العراقية برمتها. يعني لا تنسينا احنا اليوم في منطقة ساخنة ومعقدة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك. يفترض أنه عندما يكون هنالك نائب أو رئيس لجنة أو
رئيس برلمان يفترض أن يكون بمستوى الحدث. أنا أريد أسأل سؤال حقيقة وأجب أنا أجب على السؤال، إنه هل البرلماني الموجود الآن مؤهل لدخول مجلس النواب العراقي؟ لا غير مؤهل. يعني راح أجاوبك ببساطة، هاي مستحقات الناخبين وأصلاً. نعم هو فعلاً فعلاً، وبالتالي نحتاج إلى ضوابط وآليات حتى تكون هذه الآليات قادرة على إنتاج طبقة تشريعية قادرة على أن تأخذ بزمام الأمور مستقبلاً وصناعة القرارات والقوانين والتشريعات التي تتلائم مع احتياجات الدولة العراقية أخرى. يعني على سبيل المثال أن عضو البرلمان قبل أن يقدم على الترشيح ويقدم السي في مالته يكون عنده دورات داخل دورات في مؤسسات أكاديمية، مؤسسات مختصة في رسم السي في. بس العفو حتى والله وضح لك هذه النقطة، منه شفت السي في من النواب اللي دخل وفاز هو ما عنده سي في وما عنده دورة؟ لا هنا المشكلة شو، هو يجي بالبرلمان ويقعد ويصفر. أخت فرح هنا المشكلة هي هذه القضية، وأيضا عندنا قضية مجالس المحافظات. مجالس المحافظات الآن جاءت بجيل لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالتشريعات ولا علاقة له بالإدارة ولا له علاقة بالتخطيط ولا له علاقة برسم السياسات العامة. هذه كارثة ومشكلة كبيرة جدا. الدولة تبدأ من المحافظة وتبدأ بالصعود حتى مجلس النواب العراقي. فبالتالي اليوم جل الاحترام للإخوان، مهندس، طبيب، معلم، محامي، غير ما عندي مشكلة بيهم، ما عندي كل مشكلة، بس يجب أن يعمل على تمكين نفسه، على بناء قدراته. قيمة كل امرئ ما يحسن، وهكذا يقول إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام. مساحتك أنت اليوم عندما تكون شخص برلماني مؤثر بمن؟ غير بمعرفتك بالتشريعات والقوانين وصناعتها ورسمها. خلي أبسطها للمتلقي، هم النواب اللي فايز دورة ودورتين وحتى رئاسة البرلمان. نعم. وحتى السيد محمد الحلبوس. نعم. كان ملتزم بالقوانين؟ لا، أغلب النواب للأسف الشديد مشكلته الأساسية يفكر بالدورة القادمة، لين نشوف امتيازات ونشوف أكو وجاهة كبيرة جدا، فبالتالي للأسف الشديد يعمل كمعاقب معاملات. شوف طبعا نشوفهم حاملين ملفات ومعاملات ويطرقون أبواب الوزارات. هسه ما عندي مشكلة، أنت اليوم جمهورك يطالبك، بس لا تقصر بحق البرلمان، هذه المؤسسة التشريعية الكبيرة العظيمة، ولا تقصر بحق الشعب. أنت مو نعم أنت جئت من منطقة أو دائرة معينة، لكن أيضا العراق زين أستاذ عائد، أريد أسألك المواطن هذا السؤال كلش يعني يسألني عليه. كلك البرلمانيين من يقعدون بالقبة التشريعية دي يعرفون إيش دي يشرعون؟ لا ما عندهم علاقة. شلون يوقع؟ شلون يقول تصويت يا أستاذ عائد؟ أخت فرح أختي العزيزة، البرلماني عندما يصعد إلى مجلس النواب العراقي، أي شخص هسه يريد يصعد إلى مجلس النواب العراقي، أنا صعد بأقل التكاليف، جيب لك كذا ألف مراقب وعوائلهم، أنت كم فلس، خلاص راح تصعد. زين هذا مؤهل، دارس، قاري، شايف، من هنا المشكلة. يعني اللي عنده فلوس يصعد نائب بالبرلمان؟ كلش طبيعي. هاي شنو، ليش غريبة الموضوع يعني؟ لا طبعا غريبة، عندك مفوضية وعندك نزاهة وعندك استقلالية، شلون حكي؟ الآن المفوضية والنزاهة بدأت تأخذ دورها بشكل كبير جدا، أما في السابق نتحدث عن الدورات السابقة لا. شو تفسر هذا العرك وهذا الصياح وهذا الشجار داخل قوبة البرلمان وتصريحات ما أنزل الله بها من سلطان ويحرقوا لك الشارع العراقي حرق؟ لا هذا بالاستناد على شنو؟ هذا أولاً اصطفاف طائفي، أولاً اصطفاف طائفي، ثانياً مناغمة الكتلة التي ينتمي إلى وقياداتها ومناغمة الشارع الذي جاء من خلاله أو من الدورة المسائل الدورة الانتخابية التي أتى من خلاله. زين دكتور مصر، بصراحة أكو صفاف طائفي بالبرلمان اليوم؟ أنا بس أريد يعني أوضح بعض الأشياء. يعني تفضل حضرتك. فضلاً عما تفضل به دكتور عائد، الأول وظيفة البرلمان يمارس في داخل البرلمان وظيفتين رئيسية. الأولى هو طبعاً مهني، لأنه يعني كل اللجان بها تخصصات. الدكتور يروح للجنة الصحة مثلاً، يعني الأستاذ الجامعي يروح إلى يعني لجنة التعليم العالي، الرجل العسكري المتقاعد يروح فرضا الى لجنه الامن والدفاع، وهكذا. اذا اكو شق مهني. الشق الثاني اللي هو الشق السياسي، لان كل اللي موجودين في داخل قبه البرلمان هم ممثلين لاحزاب. زين. فيفترض هو حامل ويا البرنامج الانتخابي المن للحزب اللي دخل به او للكتله اللي ينتمي له. زين. هذا التصارع يصير منه في داخل البرلمان. دول جايين مثلا بوعود انتخابيه
واكو واقع على الارض يريد يشرع بعض يعني خلينا نقول عليه القوانين اللي تمشي حياه الدوله العراقيه، يصير عند التصادم هنا في داخل البرلمان. اخطر ما يمكن ان نواجهه ان يعمل البرلماني طيله الدوره الانتخابيه بكونه في اجنده اعلاميه للترويج له للانتخابات المقبله. مو هذا اللي قاعد يصير دكتور. هذا خطر جدا. هذا خطر، هذا ينبئ عن شيء مهم جدا هو عدم معرفه العديد بين قوسين، طبعا عندنا نواب جيدين جدا عارفين وظائفهم، محترمين جدا، منتجين في داخل البرلمان. اقليه لو اغلبيه؟ لا الاقليه. لانه انت لما تقول انا عندي 136 معدل عام، اذا يعني ثلث. ثلث. هذا الموضوع الحقيقه يعني ناتج عن انه عدم فهم الوظيفه النيابيه. دائما نقول فهم الوظيفه النيابيه هي مفتاح النجاح في عمل البرلمان وانعكاسه على المجتمع. تتفق مع قال الدكتور عائد انه النائب يصعد بفلوس؟ طبعا هو هسه اكو هواي قضايا صعدت بها الناس. يعني من ضمنها المال السياسي، من ضمنها التمويل، من ضمنها كذا، يندرج تحت هذا الكلام. لكن بالنتيجه انا اتعامل مع برلماني في داخل قبه البرلمان. هذا البرلمان يتحكم الكتل السياسيه، اذا ماكو نتيجه. انت دا تتعامل ويا كتله مو ويا برلمان. لا، احيانا اتعامل مع فرد واحيانا اتعامل مع كتله. لانه يعني مو كل الكتل السياسيه اللي اشتغلت توافقت وياها بعض الافراد. يعني احيانا نشوف في داخل البرلمان عضو مجلس نواب من كتله معينه قد يضطر الى استجواب وزير من ذات الكتله، وصارت عندنا هذه. هذا اداء فردي. اللي اريد اقوله بالمجمل، مجلس النواب العراقي يحتاج الى اعاده نظر حقيقيه في منظومته القيميه والمنظومه السلوكيه والالتزام بالدستور وبالقانون وبالنظام الداخلي. يعني ثلاثه يعني بهن خروقات. طبعا احنا دائما ما نأشر الى هذا. خليني اسرد في شيء الحقيقه لعله ان ما نتحدث به بالفضائيات الاخرى. اغرب ما الان يعمل عليه مجلس النواب هو يعمل بنظامين داخليين. شلون؟ واحد ما يشبه الثاني. زين. يعني عندي نظام داخلي الان، لو نفتح موقع مجلس النواب ونروح على النظام الداخلي نطلع نظام داخلي منشور في موقع مجلس النواب. طبعا هذا يعني تم تعديله في 2022. في شهر 6 أقر في أحد الجلسات بعض التعديلات، أباحوا لبعض النواب أن يكونون في بعض اللجان لضرورتها، لا سيما بعض المكونات. زين. بس هو نفس النظام ما قال لي شلون النائب هذا إذا راح بهاي اللجنة يصوت هنا لو يصوت هنا، حضوره شلون ما قال لي. يتحمل مسؤولية. بس أكمل عفوا. في حين عندي نظام داخلي آخر، طبعا هاي المعلومة خطرة جدا أنا أتحدث بها. طبعا. واول مره اتحدث فيها في قناتكم يعني لعله حصري يعني. يعني عندي نظام داخلي اخر منشور في جريده الوقائع العراقيه في شهر 10. هذا في 6 وهذا في 10. يفترض اللاحق، النظام الداخلي اللاحق هو الذي يعمل به في داخل البرلمان. في شهر 10 يقول للنائب يروح الى لجنه، ماكو عندي لجنتين يروح عليهم. بينما الان احنا عندنا لجنه اصليه، ادخلي على موقع مجلس النواب، ادخلي على موقعنا الخاص في المصدر النيابي، راح تشوفين انه كل نائب عنده لجنه اصليه ولجنه اخرى تبعيه. كل ذني بالمواد من 72 الى 85 راح تسوي الارتباك في داخل النظام الداخلي. وين راح اشوف النائب هذا؟ يغيب هنا لو يغيب هنا ما مضبوطه، يحضر هنا لو يحضر هنا ما مضبوطه القضيه. اذا كان عندي الارتباك في المنظومه التشريعيه التي يفترض هي أن تشرع القوانين وأن تراقب تشريعات القوانين، هذا مو ارتباك، هاي فوضى. ومنو يتحمل مسؤولية؟ أنا ما أريد أحكم على هذا. طبعا يعني بالتأكيد تتحملها هيئة الرئاسة ويتحملها جميع الأعضاء. إحنا من زمان نقول يفترض في داخل الجلسة إذا كان ثمة خرق للنظام الداخلي، للدستور، للقانون، ممكن ان ينبري احد النواب ويقول يا بعدي نقطه نظام. نقطه النظام هذه النقطه تخالف الدستور في الماده الفلانيه، تخالف القانون في الماده الفلانيه.
ما يؤخذ على جميع النواب انهم لم يلتفتوا الى هذا الموضوع. معقوله ما التفتوا؟ هسه انا احكي لك الواقع، لا مو هذا، لا طبعا الجلسات مصيبه كبيره اذا ما انتبهوا. الجلسات احنا الجلسات كلها مفلسينها تفلس، خلينا نقول عليها، ومطلعين كل الاشياء اللي بيها. زين اي عندنا واحد من النواب، واحد من النواب في جلسه من الجلسات، يعني انا ما اريد اكشف كل اسرار مجلس النواب، لانه ما اريد نقدح بهاي المؤسسه اللي هي ام المؤسسات في العراق. زين احنا كل ما قوة البرلمان قوة الدولة العراقية بالمناسبة، ولذلك ما نريد نضعفها كثيرا. يعني في جلسة استجواب وزير الداخلية، جلسة استماع لوزير الداخلية، اللي بقوا في داخل القاعة فقط 27 نائب، فانبرأ احد النواب قال يا بل المفروض 27 نائب من اصل 329 نائب، انبرأ احد النواب قال يا بل المفروض احنا الغيابات ننشرهم، فقط هذا التوجيه اللي صار. فتقولي لي جنابك الكريم سيد انه ماكو نائب يعني اشار الى هالقضيه؟ طبعا ماكو نائب اشار الى هالقضيه، بدليل انه الان دا يشتغلون عليه. اذا اكو فد شيء في داخل المنظومه. زين. ولذلك انا حكيت من البدايه، قلت المجلس الاول كان انضج، المجلس الثاني نعم اكثر نضوجا. المجلس الثالث كان اكثر نضوجا. من الدورة الرابعة إلى هذه الدورة أكو منحنى خطر يسير بمجلس النواب من حيث الالتزام بالتشريعات، ومن حيث الالتزام بالقوانين، ومن حيث الالتزام بالنظام الداخلي. وهذا يفترض أن يخلي مجلس النواب ينعقد حتى الآن مداخلين. نعم للقبة التشريعية أكو نواب مداخلين أثر القبة التشريعية. هو شلون نعرف هذا؟ لما نعرف أنه أكو غيابات، إحنا عرفنا بالجلسة يعني بالدورة التشريعية الثالثة عرفنا بعض النواب أنه بدأ المجلس وانتهى. نعم. فقط اجوا يعني ايام جلسه يعني خلينا نقول عليه ترديد القسم البرلماني وانتهوا بعد. هذا كنا نعرفه لانه مجلس النواب كان حريص على ان ينشر غيابات الاعضاء. زين الان ما نعرف، ما تعرف. وهذا انا افترض تواطؤ كبير جدا من قبل هيئه الرئاسه مع الاعضاء، ولا ليش ما ينشرها يعني؟ وايضا يترتب عليه قضيه اخرى الحقيقه، يعني انا اعرف انه بعض الجهات عندما كان السيد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب رادت تقاضيه وترفع عليه دعوه في المحكمه الاتحاديه. نعم. بداعي الاضرار بالمال العام. زين السيد المندلاوي وجه بمدونه بتفعيل مدونه السلوك النيابي، هي موجوده بالدوره الثالثه من كان السيد الدكتور سليم الجبوري والدكتور همام حمودي في وقتها انتجوا مدونه السلوك وخلوها لمجلس النواب في داخل مجلس النواب. المشكله مو بمدونه السلوك، انا لما اضرب القانون اللي هو فوق مدونه السلوك، قانون مجلس النواب وتشكيلاته جاي ينظرون، فشنو بعد مدونه السلوك؟ يعني بعد راح الصد من هذا الموضوع قطع. زين دكتور عائد، هسه كل ما يردون يشرعون قانون جديد تصير ضجه عليه، بعدين تشهير، بعدين تسقيط، بعدين عركب بين النواب، وبعدين نشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي. البرلمان جاي يشتغل بمواقع التواصل الاجتماعي أكثر مما يشتغل بالقبة التشريعية. والله أخت فرح، يعني إحنا قلنا هذه مشكلة الاصطفافات الطائفية، مرة تكون اصطفافات طائفية، ومرة أنه هذا القانون أو هذا التشريع لا يتلائم مع توجهاتي أو مع أفكاري أو مع على سبيل المثال المؤثر حول قانون الأحوال الشخصية. زين فتكون هنالك مشاكسات داخل مجلس النواب العراقي وتلغى الجلسة ويخرجون. وهذا الموضوع تكرر عندنا كثيرا، يعني حتى على مستوى انتخابات رئيس مجلس النواب العراقي صارت هذه المشكلة، يعني أكثر من مرة تكررت المشاكل والخلافات وما إلى ذلك. فبالتالي اليوم إحنا وين ذاهبين؟ ذاهبين إلى إنتاج مؤسسة تشريعية عراقية قادرة على إنتاج رؤية للدولة العراقية في خضم هذه الصراعات الكبيرة الموجودة، في خضم الانتخابات الأمريكية القادمة. احنا ما عندنا رئيس مجلس نواب، إيران خلال 50 يوم زين جابت رئيس جمهورية. زين احنا اليوم أمام مشكلة كبيرة اللي هي ترامب أو بايدن، إذا أجى هذا وإذا أجى هذا شلون راح نتعامل ويا الموضوع؟ إذا احنا أساس المؤسسة التشريعية واقفة، زين عندنا مشكلة كبيرة المؤسسة التشريعية راح تطلع بيها فيما لو فاز ترامب. ترامب عليه القاء قبض بالعراق وخذ فرح. زين اذا اجى العراق شو حيصير؟ نعتقله، نعوفه، نطلق سراحه، يجيب عمامه؟ مو هنا المشكله، يعني اكو مشكله كبيره. استاذ عائد شلون تنحل اذا هم هسه تحضر تقلد قانون الاحوال الشخصيه صار عليه؟ نعم. وقانون عطله عيد الغدير هم مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. كل قانون يردون يتفقون عليه، وحتى قانون العفو العام. نعم قانون العفو وكانما صارت الكتل مشي لهذا القانون مشي لك. هذه الفكره كانت معمول بها بالسابق،
هذه الفكرة. احنا شوف في دول الناس الذين يثيرون الضجيج، يعني احنا لا ننسى انه خلال اليومين الماضية اثيرت ضجة كبيرة جدا حول اختفاء 50,000 باكستاني بالعراق. نعم. يعني هو مسلم بن عقيل وحده بالكوفة والدنيا كلها عرفت وين مسلم بن عقيل وجابوهم بيه الطاعة. 50,000 ما نعرف وين راحوا. بس أكو كان تصحيح 50,000. 50,000 مو خلال هذا الشهر ولا خلال محرم من الحرام. لا. قال هاي تراكمية أختي وهاي آخر الأخبار أختي العزيزة. حتى وزير يمكن الشؤون الدينية الباكستانية أكد هذا الموضوع، أنه هنالك لبس كبير جدا، الناس تدخل العراق سواء عن طريق الإم كردستان، تجي عن طريق زيارة الأربعينية، تجي زيارة تجي سياحة، تجي غيره، ويتأخر. وهذا الموضوع موجود يعني. يعني أنا أعتقد في سوريا، في سوريا كنا قبل 2000 قبل دخول القوات الأمريكية للعراق وسقوط صدام حسين، وصل العدد في فقط في السيدة مليون عراقي. أمر طبيعي جدا عندما تكون الدولة تحت ضغط معين. يعني احنا شفنا أن الضغوط اللي تمر بها، بس أيضا هذا يبعث برسالة إيجابية. بس العفو، يبعث برسالة إيجابية عندما يكون عندك هذا الكم الكبير جدا من الأجانب. شي دليل غير دليل أكو استقرار وهدوء سياسي موجود بالعراق، وأنت تحتاج عمالة، وأكو عمالة جايتك من خارج. احنا نبدي بها زين، بس بنعرف نحافظ على الإنجاز. ما هي المشكلة؟ احنا شوف، احنا أيضا نرجع للتشريعات. التشريعات ما نظمت هذا الموضوع بشكل صحيح وبشكل دقيق، فبالتالي الآن يأتي من هبة ودب من خلال قرين كردستان أو الشركات. خلي التشريعات على صفحة. نعم. معقولة لحد الآن ماكو استجواب، لا استضافة يعني؟ نعم. معقولة العراق كل أمور جيدة، وحتى سؤال شفه السيد السوداني ماكو اليوم العراق. نعم. يعيش هذا الأمن والاستقرار العالي لعدم طرح هذه الأسئلة حتى لو بطريقة شفوية يا دكتور. نحن شوفي لنكن منصفين، أن العملية السياسية الآن يشوفها نوع من الاستقرار والهدوء. هذا منتين ما عنده يا استقرار. ليش؟ أنت بدأ شوف مواقع التواصل الاجتماعي تسقيط الكتل بالكتل. أنا ما لي. خلينا نكون منطقيين. لا. تركيا تجرب صفحة. نعم. خوش تركيا. نعم. هسه تجرب صفحة. نعم. كهرباء ما عندك. نعم. عندك هواي مشاكل. نعم. الدولار يوميا بصعود. نعم. اكو استقرار نسبي، نعم خلنا نتفق، لكن نسبي. شوفي اخت فرح، الآلية التي تتعامل بها الدولة مع المواطنين، أي، هل هي ذات الآلية التي كانت تتعامل معها الحكومات السابقة مع التظاهرات؟ يعني كانت التظاهرات، يعني حد حكومة الكاظمي كانت التظاهرات تقمع بالرصاص الحي، تمام لو مو تمام، وتقتل الناس. الآن التظاهرات التي حصلت في الناصرية، حصلت في السماوة، حصلت في غماس، الحكومة عالجتها بمهنية، أنه أرسلت وفد مهني، فريق مهني ذهب إلى المنطقة وخلص انتهت التظاهرات، ما صار عندنا أي مشكلة ولا صار عندنا أي خسارة. أي واحدة قضية الكهرباء، إذا نتحدث عن قضية الكهرباء، الكهرباء مو قضية حكومة. أما تتحدث على قضايا ده قلنا. نعم. كل الوضع مستقر بالعراق حتى من استجوب نائب. لا لا، هو استجوابات، ما عندنا قضايا فساد يا دكتور. لا لا أكو، لا لا أكو. هو الآن الفكرة التي يخطط لها الآن، يعني هنالك جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي لاستجواب مجموعه من الوزراء، لربما انا ما متاكد من هذا الموضوع، لربما ان واحد من هؤلاء الوزراء هو وزير الكهرباء، مع وزير الكهرباء وغيره من الوزراء اللي ربما انه سوف يسائلون في مجلس. لكن انت تقول لي هذا الموضوع هو هم شوف الكتل السياسيه تعتبره سلبي، واذا انت تستجوب وزير راح استجوب وزيرك. لا يا اخوان، عملية الاستجواب إيجابية. ليش؟ بس تقولها دكتور، هم ما يعترفون بيها. اسمحي لي، احنا حتى نوضح لهم ليش أنا أقول إيجابي، عملية الاستجواب إيجابية، لأن احنا راح نقف على المشاكل الحقيقية التي آلت إلى إحداث هذا الخلل أو إحداث هذه المشكلة. زين. راح هسه وزير الكهرباء لربما من يجي يقول إيه أنا ما عندي مشكلة، أكو خلل، أكو خلل. يا بليش أكو خلل؟ واحدة، اثنين، ثلاثة. وزارة المالية كان يكون مجهزني، المديريات ما متعاونة وياي، الحكومة المحافظات ما متعاونة وياي، غير حتى يشخص الأمور وبالتالي نذهب إلى معالجتها. يعني هي المشكلة عملية المساءلة. إحنا لا نفهم المساءلة إنه راح يجي وراح يقيله. زين، بالفعل الوقت داهمنا. بسؤال أخير دكتور جاسم، الأداء الرقابي للبرلمان بصورة عامة، لا استضافة، لا استجواب، لا سؤال شفهي، لا كل شيء. طبعاً بالتأكيد الدور الرقابي عندنا، يعني إن لم نقل غائب كلياً فهو مغيب لأسباب عديدة، أهمها أنه أنا قلت أنه فهم الوظيفة النيابية هي تخلي النائب يعمل بشكل ممتاز في داخل البرلمان. دا نفتهم، وطبعاً لعله هاي سابقة خطيرة جداً في العمل البرلماني، يعني الآن النائب دا يحل محل التنفيذي في الدور، في دور يعني في الدور خلينا نقول على الساحة العملية. نعم.
أنا ما أفترض أنه نائب يروح للتبليط يقول هذا التبليط زين لمو زين، هذا مو شغله، مو شغله، مو شغله. ولا يروح الدائرة يقول يا بترى مراجعين وهواي عندكم، هذا مو شغله، هذا مو شغله. ولذلك صار عندهم فهم للدور الرقابي من هاي الكيفية، هاي الزاوية، فضعف عندي. يعني إحنا من بداية الدور الانتخابي إلى الآن عندنا استجوابين فقط، صارت واحد لرئيس شبكة الإعلام العراقي وواحد لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات. الأخطر ما بالموضوع أنه اثنينهم صوت عليهم المجلس بعدم القناعة بالأجوبة مالتهم، لكنها لم تفضي إلى شيء. يعني الآن لما أصوت على عدم قناعة المستجوب فيفترض أنه أصوت على إقالة، لكن واقع الحال لم يقل أحد نهائيا. فيما يخص يعني السؤال الشفوي اللي تفضلت به جنابك، انطرحت عندنا فقط 4 أسئلة شفوية خلال الدورة الانتخابية منذ واحد يعني من 9/1 إلى لحد الآن، وهذه 4 أسئلة شفوية كانت فيها يعني خلينا نقول عليها جنبة، يعني جنبة سياسية وبعضها جنبة مهنية، لكن بالنتيجة أيضا ما عدلت من مسار الحكومة. قضية ممارسة المادة الدستورية 61، هذا حق كفيلة الدستور العراقي للنائب، لكن على النائب أن يفهم كيف يتصرف بهذه المادة. كثير من المشكلات، نعم أكو استقرار نسبي، لكن أنا عندي ضعف في فرضا في أداء الكهرباء، في النفط، في التربية، في 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 ماكو مشكلة إذا أنا خليت الشخص اللي يطيته الشرعية، أنا يطيته الشرعية، كل الوزراء يطيهم الشرعية مجلس النواب، كل رؤساء الهيئات والتوافقات، وين تروح دكتور؟ هذا ما له علاقة بالتوافقات، عفوا، هذا ما له علاقة بالتوافق. أنا عندي نائب أمارس حقي في استجواء في السؤال الشفوي، سؤال شفوي هو ما بيه مشكلة زين عمي. لأنه بالفعل وقتي راح دكتور عائد، ضغط على المحكمة الاتحادية جاء بسبب أن بعض النواب يقدموا طلب استجواب وما حد يسمع لهم، لا رئاسة ولا لجان ولا كل هذه الأمور. لا، المحكمة الاتحادية حقا تعرضت إلى ضغوط كثيرة جدا، يعني منذ الانتخابات الأخيرة وإلى اليوم كل القرارات اللي تتخذها المحكمة الاتحادية المتضرر يقوم بإثارة الضجيج وإثارة الزوبعة حول المحكمة الاتحادية، وأن هذه المحكمة الاتحادية طائفية ولكن نحن نشوف أنه هنالك الكثير من القوانين التي أقرتها المحكمة الاتحادية كانت على مستوى عالي وكبير جدا من المهنية والوطنية. فاليوم عندما لا يتوافق القانون والتشريع مع أو القانون اللي تقرر المحكمة الاتحادية مع توجهات ورغبات، بكل تأكيد أنا راح أيهما أفضل بثواني، البرلمان في زمن السيد محمد الحلبوسي لو السيد المندلاوي؟ لا، هو احنا ما نقدر نقارن، يعني بكل تأكيد هي المشكلة أزلية. يعني اللي تفضل به دكتور مصر، بس العفو، اللي تفضل به دكتور مصر انه صار عندنا حالة تراكمية، الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة صار اكو إشباع وفهم، يعني انت خليتهم متساويين؟ ما افهم جواب. لا لا لا، ما هو نفس الدورتين ما قدموش نفس الاخطاء رأيك. اللي مارسها الحلبوسي الان ده يمارسها المندلاوي. شكرا جزيلا، شكرا مدير شكرا. المرصد النيابي العراقي الدكتور مسهر جاسم السعدي، حياك الله. شكرا جزيلا. السياسي المستقل عائد الهلالي، حياك الله، نورتونا في حصاد اليوم. ملفنا الثاني راح يكون على التصعيد الاخير بين حزب الله والكيان الصهيوني بعد حادثه مجدل الشمس، وراح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى استمر التصعيد بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل يومي، وسط دعوات دولية لحل الصراع الذي ينذر من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا. منذ أن دخل حزب الله لبنان المعركة، معركة طوفان الأقصى، فهو يعلم بردود الفعل قد تصل إلى معركة شاملة مع لبنان، كما أنه يعلم جيدا أنه سوف لن يقاتل وحده. لماذا؟ لأن هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، لها غرفة عمليات واحدة، ويقاتلون جميع محاور المقاومة تقاتل في ساتر واحد. فمن يفكر سواء إسرائيل أو غير إسرائيل، احنا متوقعين حتى أمريكا تدخل على الخط، لدينا لدى المقاومة الإمكانية والتحضير إلى مثل هذه الحروب والمعارك.
وقف أطلاق النار في جنوب لبنان يلزم الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب التي يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر التي خلفت قرابة 129 ألف شهيد وجريح. ويؤكد حزب الله اللبناني أن عملياته العسكرية لن تتوقف في ظل تمسك إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار. الكيان تاريخه معروف بالإجرام، وبالتالي هو لا يحترم الاتفاقيات والعقود، وبالتالي هو يعني متغطرس ولا يحترف حتى الامتثال للشرعنة الدولية والقوانين الدولية والمنظمة الدولية. هو نظام متغطرس مبني على القتل ومبني على احترام حقوق الإنسان، ومصمم على ارتكاب الجرائم والفظائع وجرائم الإبادة الجماعية. استمرار الهجوم على مرتفعات الجولان يثير التصعيد من نشوب الحرب مع تواصل الهجمات الصهيونية على جنوب لبنان. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. كما أرحب بالباحث في الشأن السياسي من لبنان حسان عليان. حياك الله أستاذ حسان. أهلا مساء. دكتور طارق، بداية أبدأ معك مع حادثة مجدل الشمس. الكيان الصهيوني يحاول خلط الأوراق مع حزب الله اللبناني، كيف تقرأ هذه الحادثة؟ في الحقيقة التصعيد الأخير في لبنان هو لا يرتبط فقط في حادثة مجدل الشمس، وإنما منذ مدة يعني تقريبا أكثر من شهر إسرائيل تحاول أن تصعد المشهد في لبنان وتتوعد بتوسعة الحرب، وأعتقد تحاول أن تستغل الفرص حتى موضوع حادثة مجدل الشمس. لغاية هذه اللحظة لا يوجد هناك تأكيد على أن هذا الموضوع يرتبط بحزب الله. هناك بعض المؤشرات تؤكد على أن إسرائيل قد تكون هي المتسبب في موضوع قصف الملعب الموجود في القرى الدرزية في منطقة مجدل الشمس. وأعتقد هذا الموضوع يعني البعض ينظر له نظرة أخرى، باعتبار أن هذه الحادثة مرتبطة بقضايا أخرى، لا سيما ما يحدث في غزة وما يحدث في اليمن، باعتبار أن التصعيد في المنطقة في بعض الأحيان إسرائيل تعتقده في مصلحتها، باعتبار أن إسرائيل تحاول أن تستغل الظرف الاقتصادي الذي تمر به لبنان، وبالتالي تحاول أن توسع الحرب، وتعتقد أن الوقت مناسب لأن يكون هناك يعني هجوم على لبنان. الكيان هدد حزب الله اللبناني ولبنان أكثر من مرة، لكن نعم. الرد اللبناني كان واضحاً بأنه سيقدم على خطوات تصعيدية غير مسبوقة تستهدف عمق الكيان الصهيوني. أكيد هو الرد، والرد يعني المقابل موجود، ولكن أعتقد أن الموضوع الذي يقيد إسرائيل والكيان الإسرائيلي في موضوع توسعة الحرب هو الرفض الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض توسعة الحرب ليس حبا بالقضية الفلسطينية، وإنما هي دفاعا عن مصالحها في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة لم تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتوسعة الحرب، لا سيما فتح الجبهة في لبنان. وبالتالي أعتقد أن بالرغم من جميع المحاولات الإسرائيلية لغرض توسعة الحرب وفتح جبهة جديدة في لبنان، ولكن سوف تفشل بسبب الموقف الأمريكي الرافض. نعم. الموقف الأمريكي في هذه الحكومة في ظل الديمقراطيين، ماذا لو صعد الجمهوريون إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة؟ في الحقيقة هناك سوف يكون اختلاف، بالرغم من الاستراتيجية الأمريكية هي واحدة، ولكن تتغير من خلال يعني الشخص الرئيس. ونتذكر جيدا عملية التغير في السياسة الأمريكية الخارجية عندما وافق أوباما على عقد الاتفاق مع إيران، عندما جاء ترامب تم إلغائه، وهذا دليل واضح على أن السياسة الأمريكية تتأثر بشخوص. وأعتقد إذا ما فاز دونالد ترامب سوف يكون هناك موقف مغاير لما نشهده في غزة. شنو الموقف المغاير؟ الموقف المغاير ان يعني السياسة الخارجية الأمريكية سوف تكون اكثر حزما من الوقت الحاضر. فضلا عن ذلك سوف يكون يعني الموقف الأمريكي اكثر انحيازا، صحيح ولغاية هذه اللحظة هو موقف منحاز، ولكن سوف يكون اكثر انحيازا لإسرائيل. مو موقف منحاز، موقف داعم للكيان الصهيوني. اي طبعا داعم ومنحاز، اقصد هو باعتبار في بعض الاحيان ينظر للعالم الولايات المتحده الامريكيه تعتقد انها تحاول ان تساوي يعني تحاول ان تسويه هذا النزاع
باعتبارها يعني طرف ثالث، ولكن في حقيقة الأمر هي ليست طرف ثالث، هي موقفة موقف الولايات المتحدة الأمريكية موقفا منحاز منذ تأسيس أو وجود الكيان الإسرائيلي. نعم أستاذ حسان، ما هو الرأي اللبناني بحادثة مجدل الشمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك ضيفي الكريم الدكتور طارق وكل المشاهدين. الموقف اللبناني الرسمي حتى على مستوى الفصائل القوى السياسية اللبنانية وبالتحديد الموقف الكرسي في لبنان المتمثل بالأستاذ وليد جبلان وأيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الوطني، كل هذه الأحزاب الكرسية تحديدا لها موقف متقدم في هذه المسألة، حتى الحكومة اللبنانية أيضا لها موقف وإن كان يعني شوي مغاير. يعنينا في هذا الأمر هو موقف التيارات التونسية في لبنان التي ملتصقة ومرتبطة بشكل أو بآخر مع مجدل الشمس وأيضا القرى الدرزية الموجودة في الجنوب في الجولان السوري المحتل الجولان العروبي، ولذلك أصلا العدو الإسرائيلي حاول أن يستثمر في هذه الدماء ونسي أنه يرتكب مجازر يومية في غزة وإبادة جماعية، وأن هذه الدماء التي نزفت والتي نعزي فيها أهلنا في مجدل الشمس ودماء أبنائنا في مجدل الشمس هي تضاف إلى أبناء دماءنا في غزة في لبنان في العراق في سوريا في لبنان في إيران في اليمن في كل الساحات التي يقترفها العدو الإسرائيلي بإعاز ومباركة أمريكية، وبالتالي هذا التجلي الموجود في الإجرام الإسرائيلي هو تجلي للإجرام الأمريكي الذي مورس على المنطقة، وبالتالي ما حصل في مجدل الشمس هو عملية مقصودة من العدو الإسرائيلي بعدما فشل نتنياهو في زيارته إلى الكونغرس الأمريكي وإلى واشنطن، مع أن التصفيق الحار الذي قدم هذا الزيف هذا العار الذي قدمه المجتمع الأمريكي وما يسمى الحضارة الأمريكية والتي خاطبها نتنياهو. نعم أستاذ حسان لا أسمع صوتك بوضوح. لا أسمع صوتك بوضوح الآن. تسمعني أستاذ حسان؟ الحضارة الغربية أنا أعتذر منك أستاذ حسان، حقيقة لا أسمع الصوت بشكل واضح. لذلك الدكتور طارق، في حال توسع ساعة الصراع مع الكيان الصهيوني، ما هي خيارات حزب الله؟ أعتقد جميع الخيارات هي متاحة باعتبار الحرب الموجودة ليست حرب نظامية بين دولتين، وإنما حرب ما يسمى بمصطلح حرب العصابات، باعتبار أن يعني حزب الله سوف يكون يعني متمكن في أراضيه، فضلا عن ذلك هو لديه خبرة باعتباره دخل أكثر من حرب مع إسرائيل، إضافة إلى ذلك حزب الله إذا تحرك سوف لن يتحرك بمفرده، أكيد سوف يكون هناك تنسيق عالي مع باقي فصائل المقاومة في المنطقة بشكل كامل. ولذلك تحدثت في البداية أن موضوع حادثة مجدل الشمس أو التصعيد الموجود في لبنان هو ليس بمعزل عن ما موجود في اليمن، وليس بمعزل عن ما موجود في باقي يعني الدول، لا سيما ما يحدث في غزة. وهناك مفارقة أشار لها الضيف الكريم، سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم بالرغم من أن إراقة يعني إراقة دماء شخص واحد هي سوف تكون عزيزة وغالية بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص خاصة إذا كان بريء، ولكن في نفس الوقت هناك ازدواجية للتعامل على مستوى الرأي العام الدولي إعلام إلى آخره في موضوع وجود آلاف الصواريخ مئات الصواريخ التي تسقط على غزة. يعني في نفس الوقت هناك اهتمام دولي اهتمام على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الرسمي مع هذه الحادثة، والجميع يتناسى ما يحدث في غزة من يعني حقيقة مجزرة حقيقية بحق الفلسطينيين. الترحيب من قبل المجتمع الدولي بنتنياهو بهذه الطريقة بهذه الحرارة بهذا التصفيق الكبير ماذا يدل؟ هل بقيت من القوانين الدولية من الأعراف الدبلوماسية من حقوق الإنسان أي شيء دكتور طارق؟ نحن قلتنا منذ البداية أن موضوع الانحياز واضح، ونقول دائما ما توظف يعني ما يسمى بحقوق الإنسان على المستوى النظري أقصد وظفت كثيرا، والدليل على ذلك كثير ما توضع الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول تحت لائحة ما يسمى بلائحة انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم استبعاد دول أخرى هي أكثر يعني أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان باعتبار أن المعايير غائبة. فضلا عن ذلك هناك كيل بمكيالين، في بعض الأحيان الولايات المتحدة الأمريكية تغض الطرف عن جرائم موجودة يعني يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين، وفي نفس الوقت يحاول
أن يوظف حادثة هنا أو حادثة هناك لغرض يعني وضع بعض الدول على قائمة العقوبات، هذا في حد ذاته. فضلا عن ذلك، نحن نقول موضوع النظام الدولي والمجتمع الدولي في إطار تعاطيه مع إسرائيل هناك اختلاف وتباين حقيقة قد طرأ في الآونة الأخيرة، لا سيما القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية. إضافة إلى ذلك هناك رأي محلي داخلي سواء كان داخل الدول الأوروبية أو داخل أمريكا، نتذكر جيدا الاحتجاجات الكبيرة، احتجاجات الطلابية. هذا لم يأتي من فراغ، وإنما كان بسبب يعني الضغط الحقيقي ووجود رأي عام يحاول أن ينصر القضية الفلسطينية، باعتبار أن إسرائيل منذ تأسيسها لغاية الآن تحاول أن تستعطف يعني الشعوب الغربية وتقول أنها مظلومة، واعتبارها تحاول أن تحافظ على أمنها. ولكن بعد المجازر الأخيرة حتى الموقف الأمريكي، صانع القرار الأمريكي، سوف يكون في يعني سوف يكون طيب. محرج. نعم طيب. يعني تعودنا أن حزب الله عندما يقول بعمليات عسكرية يعلنها صراحة للرأي العام دون تردد دون خوف، فهو داخل هذه المعركة يعني بقلب مفتوح وبعزيمة وبإصرار. هذه المرة لم يتحدث حزب الله. طيب لماذا الكيان الصهيوني يحاول لصق هذه المزرعة بحزب الله اللبناني؟ احنا حتى قلنا انه هذا الموضوع قد يكون مثلا صاروخ سقط بالخطأ، لقد اعلن حزب الله لو كان هو يعني تبنى الموضوع، باعتبار كحوادث كثيرة حزب الله تبناها، ولكن هذه المرة نفى مطلق. فضلا عن ذلك، نحن يعني عندما نتابع الموقف يعني موقف جنبلاط، لا سيما ان اكثر الضحايا هم من الدروز، وينفي ان يكون حزب الله هو الذي اطلق الصاروخ، هذا في حد ذاته قد يعطي دلاله على ان يعني سكان الجولان يعرفون جيدا طبيعة. لكن هذا ايضا اثار تساؤل، موقف غريب من السيد جنبلاط، موقف جدا غريب. لماذا يعني عاده جنبلاط ما يهاجم حزب الله اللبناني، لكن هذه المره لماذا؟ موقف واضح، باعتبار أكيد هو عملية التصريح أكيد مبني على معطيات، فالسيد جنبلاط أكيد لديه معطيات ولديه يعني لديه بعض المعلومات القريبة عن الحادث يعني التي أعطته المبررات لأن نعم. يحلل هذا التحليل. نعم أستاذ حسن، أرجو أن تسمعني الآن بشكل واضح، في حال توسع ساعة الصراع مع الكيان الصهيوني، ما هي الخيارات التي سيتخذها حزب الله في لبنان؟ أنا دعيني أكمل هذا الدكتور. أولاً أصل معك الدكتور هي الكاشف الحقيقي عما يجري في المنطقة، وكشف العالم على حقيقته أن ما قبل معركة طوفان الأقصى كان الغرب يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن معركة طوفان الأقصى كشفت عورات هؤلاء، أن كل هذا المجتمع الدولي المنافق تبين أنه هو كاذب ومنافق، وأنه يدعم إسرائيل بالمطلق في كل الجرائم التي ترتكب إن كان في غزة أو في المنطقة. وبالتالي طوفان الأقصى أحدث عملية فارس بين من هو مع إسرائيل وبين ما هو مع القضية الفلسطينية حقا، والمجتمع الدولي وخصوصا الحراك الطلابي والحراك في المجتمع الغربي كشف حقيقة أن هذه الدولة التي كانت تزعم أنها هي دولة ديمقراطية في واحد من الديمقراطية في وسط عالم مظلم وعالم متخلف، كشف حقيقة أن هذا العدو قاتل ومجرم، وبالتالي إسرائيل الآن أصبحت في عزلة كاملة. أما فيما يتعلق بالواقع اللبناني وموقف جنبلاط، أساسا هو ليس بجديد، منذ بداية معركة طوفان الأقصى وما جرى في غزة ويجري في غزة كشف حقيقة الوجدان العربي الحقيقي المتمثل بدعم القضية الفلسطينية. جنبلاط منذ البدايات قال أن حزب الله نحن إلى جانب فيما يقوم به السياسة اللبنانية والدعم أعتذر منك أستاذ حسان، ولكن بالفعل لا أستطيع سماع صوتك بمشكلة الأنترنت وسوء من جانب حضرتك طبعا هذه المشكلة، لذلك سأتوجه بسؤال مرة أخرى للدكتور طارق. يعني دكتور طارق، ما هو السيناريو المتوقع؟ ستنفتح الجبهات، الكيان الصهيوني سيرد على هذه المزرة ويلصقها بحزب الله اللبناني، ما السيناريو الأقرب؟ أنا أتوقع أن الصراع سوف لن يعني يتوسع، وسوف يكون هناك قصف محدود من قبل إسرائيل، باعتبار أن هناك ضوابط وهناك آليات تحدد عدم اتساع هذا الصراع، باعتبار أن كل طرف يحاول أن يستثمر قوته
ويحاول عدم الاستنزاف، يدخل في حرب استنزاف. يعني ليس فقط إسرائيل تتخوف من توسعة الحرب، حتى حزب الله لديه أدنى خطط لموضوع الدفاع، باعتبار إضافة إلى اعتبار آخر يتعلق بعدم توسعة الصراع. هناك يعني رغبة أمريكية بعدم توسعة الصراع، فضلا عن ذلك هناك جهود بالوقت الحاضر تبذلها حتى لبنان. وزير الخارجية أكد أن هناك جهود كبيرة تحاول أن تفرض يعني رأيها وتفرض تحاول أن تفرض رأيها وتفرض على الواقع على ضرورة تحييد. ماذا لو خرج الكيان الصهيوني من تحت المظلة الأمريكية وهاجم لبنان؟ سوف تكون هناك تداعيات كبيرة حقيقة، باعتبار أن الصراع سوف لن يكون فقط صراعا بين إسرائيل ولبنان، سوف يتوسع هذا الصراع ليشمل دول المنطقة. وأعتقد أن موضوع هذا الصراع سوف يكون يعني بداية لحرب عالمية ثالثة حقيقة، باعتبار المنطقة لا تتحمل أزمات كبيرة، باعتبار أن هناك أزمة حقيقية باليمن، وهناك تصعيد من قبل اليمن إزاء إسرائيل، فضلا عن ذلك المشاكل واضحة ما بين سوريا، وكذلك العلاقات المتوترة بين إيران وأمريكا، وهذه يعني أسباب كثيرة تؤدي وترجح أن وجود تصعيد في لبنان سوف يؤدي إلى إشعال المنطقة بشكل كامل. نعم، أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله، شكرا جزيلا. كما أتوجه بالشكر للباحث في الشأن السياسي من لبنان حسان ليان، شكرا جزيلا على ما تفضل به. ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول حادثة مجدل الشمس، لنتابع. الآن ننتقل إلى الموجز الخبري. السودان يطلع على استعدادات المفوضية لإقامة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق. وزارة الداخلية تعلن القبض على 8000 متهم بالمخدرات منذ بداية العام الحالي. الأمن الوطني يضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صلاح الدين وبغداد ونينوى. هيئة النزاهة تعلن ضبط 5 موظفين في محافظة ديالى لإهدارهم المال العام. مجلس الخدمة يقرر تعيين أكثر من 350 من حملة الشهادات العليا والأوائل. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.